بنادول لوجع الراس كثير مهم، هدول كمان تخلص منهم. بس كل وحدة كانت بمكان، وحدة كانت هون، وحدة كانت هون، وحدة كانت هون، يعني شوفوا كيف. خلص خليكم مع بعض مشان تتسلوا. على هذا المكان تبع البيض نضيف ما فيه اي شيء، وخليه مثل ما هو. وهون انا كنت حاطة ادوية بس فجأة كان في ديب صوص محطوط هون. نعم. هذا الصوص دور شيك التاكوس كثير طيب، بجنن بجنن. تذكريني اليوم جيب، لانه انا كثير بحب هاي الاكلات. انا هيك بكون قاعده عم اتفرج على فيلم، بحط الصوص والشيك كثير طيب. يعني شو بدي اعمل انا؟ جيب احط البيض ظرف واحد فرح يعمل كرتونة، وهذا كمان يعني خفف لأنه الكرتونة كانت فاضية. وهون عنا كريمات، وهون عنا سفر، يعني صيدلية بالبراد بنفس الوقت بس ما في سرنجات. يا سيدي شو قلت لك؟ بعتيني ولا لا؟
في واحد ثالث وين كان؟ بسم الله. في واحد هون عليكم. هذا هو. شو رح اعمل؟ هلا حرتك. تمام؟ رح حرت هذول. بس كبرات. هلا المفروض مرتب عندي على باب البراد وكل غرض بعرف وينه مشان بس اعمل فقرين زي وعيده عب البراد فانا اعرف شوين غراضي وين بدي احط غراضي فهمتوا؟ المي كمان
بخليه شوي بارد، يعني المي نص بارد عندي ونص دافي. دافي بخليه لل يعني مثل ما قلت لكم للطبخ للغلاية. شوف عمار ويسام بما انه اجوا جايبين لنا حلا، تمام؟ نشوف الحلا يلي جايبينه، شكله هيك شيء طيب يعني. شكله شيك وراقي. ما بعرف مش حاسه الشيء هيك ورباد، ما بعرف. من الريحة والله. ما بعرف إذا إحساسي صح ولا غلط، ويسام عم بيقول لي دعي لي. آه! ريسة. مو ريسة. عن جد عن شيء بقشطة. هاي كثير طعم، دول الطعم هاي كثير طيبه بعرفها بتجنن. افتحي هذا شوفي، شوف هذا لسه اطيب. هذا هذا اطيب. هذا عمو شوف هذا اطيب. وين متى كذا؟ وين متى هذا؟ مع الحلا تمام. نشوف جوع عمار هون. شوفي ادعي لي. هاي وربات بس بالجوز ما عنده بالقشطه. هاي طيبه بكون في القشطه ما هون بالجوز يعني غيروا. شايفين؟ لا ومعمرة تحمير. يا سلام بالجوع. تغلي بالجوع. عارفة كيف بدك تفتحيها تحطي عليها بوزة هي من جوا؟ بعرف بس بدي اتراك. هي اصلا تركية. هلا انت شرطية مسكر شيء؟ شوفوا ما بعرف عندهم. لو وصلها التلفزيون شوي. عندهم علينا واحد. انا علقتها بس لما جيت بدي نوصل لانه صوتهم كثير عالي. طيبة ربك شو الطعم؟ طيبة ولا لا؟ طيبة طيبة؟ بس بدك تحط والله مش واقعة. ما بحب الفستق. كيف في حدا ما بحب الفستق؟ هاي جيب عمرها كثير طيب. سيدي تعالي ضبي ليش انت من اول شوي ليش؟ ما عم سكر. شو عمل لك هلا عم سكر؟ تضيع كيفك حزي شو الاطفال الجداد دبيان ضب خلص يمين من اكياس من دبيان ضب خليك ساعة. طيب ولا لا؟ بصراحة؟ بتجنن. دلع كثير طيبة. سووا متة معاها طيبة؟ بتجنن مع المتة. احنا عم نفطر حلو الحين. عن جد عم تفطر حلو ولا اكيد بدنا نسمع شيء طبيعي. عم نفطر عن جد حاليا ما عم نتحلى. احسن احنا فطرنا يعني؟ بس والله طيب انا حبيت هيك اكثر من هيك. هلا كنت طيبه بس انا حبيت هيك اكثر. عمار